مشاهدينا في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. صباح جديد وإشراقة جديدة يتجدد في داخلنا دائما في كل صباحات الأمل والتفاؤل وكل المعاني الجميلة والحلوة. بنسعد دائما في كل صباح يوم جديد نلتقيكم عبر إشراقة جديدة من خلال كل البيوت السودانية اللي بنطل عليها. تحية الصباح المهداة لكل العمال في كل ربوع الوطن الحبيب، تحية الصباح لربات البيوت، ركائز الأسر، الأعمدة الرئيسية للبيوت، نحن بنحييهم من خلال صباح الشروق. وما بننسى تحية الصباح للعاملين الكادحين النابضين بالحياة. تحية الصباح مهداة لكل الكوادر في كل المهن أيا كانت هي شنو، نحن بنديهم تحية صباحية مشرقة مليانة بكل المعاني الحلوة والجميلة. خلينا نقول تحية الصباح برضو للطلبة والطالبات، لبنات المستقبل، للأجيال القادمة. تحية الصباح بنهديها لكل اللي بيتابعنا من خلال هذه البرمجة الصباحية المباشرة على شاشة قناة الشروق الفضائية. بنصبح عليكم بطريقة مختلفة ومتميزة. خلونا مع بعض نبدأ مشوارنا الصباحي، ويمكن مشوار الصباح اللي بيبتدي بمعاني حلوة شديد وبالتفاؤل وبالحياة وبالأمل، خليه يستمر معنا لحد آخر اليوم. وخلينا نبدأ كل يوم بصباح بتتجدد فيه المعاني الحلوة في دواخلنا. دائما بنقول إنه وراء كل عمل عظيم بيكون في تيم عظيم بيشتغل عليه، وأنا بداية حيي تيم الشروق اللي بيعمل، لكن تحية خاصة برضو للأتيام اللي بتكون شغالة في أثناء الكوارث الكبوات. أحيانا بتمر علينا فترات صعبة في حياتنا، بنلقى إنه فيها كثير من الصعاب اللي بنتعرض لها. الفترة اللي فاتت وفترة الخريف تحديدا كان فيها كثير من الصعاب اللي واجهت معظم البيوت، ولو ما كان بيتك بيكون بيت زميلك، بيت صاحبك، بيت صاحبك، بيت زول قريب منك. حتى لو كنت في منطقة ما، أهلك، معارفك، أصحابك، زملائك بتكون يتعرض لهم واحد من المواقف اللي عندها علاقة بالفيضانات والسيول. منو مننا اللي ما كان عنده يعني إحساس عميق بالأسى والحزن للمناقل وللمناطق اللي تعرضت لها السيول والفيضانات؟ يمكن كثير من المناطق في السودان باختلاف تنوعها المناخي وباختلاف جغرافية المنطقة اللي بتختلف من منطقة لأخرى اللي عندها كثير من المشاكل. نحن من خلال الصباح بنسعد جدا إنه نتكلم في واحد من المواضيع المهمة جدا عن موضوع السيول والفيضانات، المآلات اللي قالت لها، الوضع الحالي من خلال قراءات لناس الإرصاد، ناس هم ذاتهم وناس الدفاع المدني. إحنا بنحيي كل الطاقم اللي بيعمل في الدفاع المدني وبنصبح عليهم جميعا. بنسعد جدا إنه يكون موجود معنا من خلال هذا الصباح العميد شرطة عبد الجليل عبد الرحيم الناطق الرسمي باسم المجلس القومي للدفاع المدني. صباح الخير عليك يا سعادة العميد. صباح الخير عليك وعلى المشاهدين، والشروق طولنا منا شديد، بنحييهم. نحن بنحييك كمان، وتحية الصباح يمكن لكل الناس اللي تأثروا. نحن بنقول لهم يعني نتمنى إنها تكون آخر الأحزاب بالنسبة لكم والمشاكل وآخر الكبوات اللي بتمروا بها. يمكن الفترة اللي فاتت كان فيها سيول وفيضانات وفي حتات كثيرة تأثرت. خلينا نقرأ قراءات سريعة عن الموقف الحالي للسيول والفيضانات في الولايات، في مختلف الولايات في السودان. فعلا كان الفترة اللي فاتت في آلام، في ناس تأثرت. إذا كان البيوت بتاعتها فقدنا أرواح من هنا نترحم عليها. حتى الآن يعني يمكن عندي زي 3-4 يوم الموقف ثابت، ما في زيادة، ما في أضرار زيادة. كانت الوفيات وصلت 146 حالة وفاة و 122 إصابة. التضرر الكلي بالنسبة للمنازل عندي فاق 54,000، يعني 54,633، والتدمير الجزئي وصل 75,025. يمكن دي الإحصائية ثابتة لها كم يوم وإن شاء الله ما تزيد تاني. فتقريبا كده في استقرار عموما، وفي بعض الأمطار يكون زي الأمس في منطقة سودري في ولاية شمال كردفان، جات أمطار خفيفة لكن كان في أتربة أثرت على المنازل، كم 50 منزل يمكن كامل و180 ده تأثير جزئي.
في أي معالجات يا سعادة العميد اتعملت للأضرار اللي أنت ذكرتها الآن؟ طبعاً المعالجات في أول حاجة في شيء استباقي، والشيء الاستباقي كان إرسال كل المعينات للجهات المتوقع يقوم فيها، أو كل الولايات كان مشت لها حاجات نوعية تتناسب ونوع الأحداث الممكن متوقع أن تحدث. يعني كل ولاية عندها غرفة الطوارئ يكون يحددوا مهددات هم بيعملوا لتلافي هذه المهددات أو العمل على حصرها وعدم تركها لأثر يعني ضار. فمن خلال هذه المهددات هم بيعملوا خطة بتاعتهم، بيرصدوا مبالغهم، بهيئوا رقبتهم للعمل، بيكون عندهم خطة بتاعتهم. هذه الخطة تليها خطة في الدفاع المدني، تليها خطة في وزارة الصحة، وكلها بقول دروس. كل هذه الخطط أو كل هذه الإدارات اللي بتبع لمجلس القومي للدفاع المدني دروس بتدور كلها في فلك المحصلة بتاعت العمل بتاعها، يكون عمل تكامل جهود الدفاع. يعني مجموعة طيب. من الجهات يقبل في أشياء استباقية، في أشياء أثناء الكارثة أو أثناء الحدث المعين، وفي أشياء بتكون بعد، وفي حلول جذرية. طيب نحن خلينا نتكلم في إنه إحنا الآن لسه فصل الخريف باقي نهايات، وخلينا نقول يا سعادة العميد يمكن في كثير من الجهات اللي كان عندها مشاكل، عاوزين نعرف المناطق اللي فيها خطورة لا زالت حتى الآن هي قائمة. هل في بعض المناطق في السودان لا زال نسبة الاختطار عندها عالية؟ والله هو نحن تقريبا تعدينا المرحلة بتاعت الخطورة، يمكن في حتات هتتأثر بالأمطار. مطار الفاصل المداري بيمر في المناطق الشمالية، كان في الأول على تقويم البحر ولاية البحر الأحمر، ونزل السعدي لولاية كسلة. المناطق اللي بتكون جنوب الفاصل المداري بتوقع أمطار. في بعض المناطق أمطار، يمكن جاءت أمطار قبل أسبوعين في منطقة ولاية جنوب دارفور وصلت ل 170 ملي، ودي حاجة ما أصلا ما مسبوق. وأخونا العقيد آدم سينامي هنا بحيه، وما هو المقرر غرفة الطوارئ بولاية جنوب دارفور، فقال لي إنه زول المعاون ذاته الناس الإرصاد معهم في الغرفة، مياه المطر يعني مشى معه بيته، لقى إنه الغرفة هم داخلين في المويه لحد الركب. ولك أن تتخيل المناطق يعني دي المدينة ذاته حضرة معدل عالي جدا، فيقبل كمية. نحن بنتوقف على كمية الأمطار، كمية بتاعت الأمطار، ودي حاجة طبعا أنت بتتنبأ بشيء وبعد ذلك ربنا عنده قول تاني. لكن يعني في مناطق أمطار غزيرة جدا، وطال إن الفاصل المداري ما يتراجع بيتوقع هنا وهناك، يعني ما كل النعم وأمطار نوعية في مناطق. ده بوديني لنقطة، يعني معلش للمقاطعة سعادة العميد، إنه في كثير من المناطق اللي كل سنة هي بتكون متضررة وواقعة في خط الخطر، هل تمت لها معالجات؟ يعني يمكن لأربع أو خمسة سنوات ماضية هي بتكون في نفس المنطقة بتاعت الخطر، ممكن تتأثر بيختلف مدى التأثير ما بين عميق لتأثير بسيط أو سطحي، لكن هي متأثرة. هل تمت لها معالجات المناطق دي؟ طيب ده بيقودني لأنه أتحدث عن الحلول الجذرية ودائما بنطرق عليها، بدون ان احنا حنعيد نفس الكلام في كل المنابر. الحلول الجذريه بتعالج لي المساله بتاعت السيول بحصاد المياه، يعني نحن يكون في مشاريع بتاعت حصاد مياه وتتعامل بدراسه ويجتمعوا فيها كل الناس المختصين، لانه اي عمل بيتم لازم يستصحب معه. يعني مثلا لازم يستصحب معي الثروه الحيوانيه، في مسارات بتاعت رؤى، هل المنطقة دي مناسبة والمناسب شو؟ إذا هي ما مناسبة المناسب شو؟ ناس الزراعة كذلك، برضو المساحات الزراعية تتأثر بالمسألة، وهم لأني عشان يقدروا يستفيدوا منها بتوضع طريقة معينة. المعنى إنه لازم يستصحبوا كل أخواننا في طرق الجسور، هل المنطقة دي مستقبليا فيها طرق بالمنطقة دي؟ أو إذا حصل مثلا لا قدر الله انهار السد المعين، هل التأثير بتاعه بيصل وين؟ فلا بد انه كل الناس تقعد مع بعضها وتضع حلول او دراسات لحصاد مياه
بيكون كمية المويه اللي احنا بتقبلين النغمه دي تتحول لنعمه، والمويه نعمه لانه في تغير حاصل. الدول الاوروبيه في انهار تقريبا جفت، المياه هو حاجه مفيده يعني، مفيد في كل النواحي الحياتيه. عند المناطق الهشاشه على النيل يتعامل بمواد ثابته، في بعض المناطق طرق وجسور بيحتاج لانه كباري اذا كان ضيقه ما بتستوعب كميه المياه، يتعامل بصوره تكون تستوعب لهم كميه المياه وتمر بسلام بدون ما تقطع طريق. في يعني بالنسبه لي عندنا مشروع بتاع الانذار المبكر متعدد المخاطر. المشروع الانذار المبكر ده يعني بيلافينا حاجات كثيره جدا، هو التنبؤ بالكوارث والاشياء اللي ممكن نتضرر منها قبل وقت كافي. ناس عدة لها العده، ناس تعمل عمل كبير قبلي، عمل استباقه يعني قبل ان يضعوا الخطط بتاعتهم عشان يقابلوها بصوره ما يكون عندها اثر سالب. جميل، في خطوات عمليه مشت في النواحي دي، يعني انت يمكن ذكرت عدد من الحلول الجذريه اللي هي بتعالج مشكله مناطق الاخططار العالي، هل في حلول او في خطوات عمليه بديتوا فيها فعليا؟ في خطوات عمليه، انا لما اتكلم مثلا عن وزارة الصحة، عن الطرق والجسور، عن كده والبنية التحتية باعتبار إنها كلها منضوية تحت المجلس القومي للدفاع المدني، والطرق والجسور عندنا قرى بقعرة في ولاية سنار كانت دور فات الموسم الفات يعني عمل مشاكل كبيرة وقطع الطريق القومي في المنطقة الواصلة ما بين ولاية سنار وولاية النيل الأزرق، يتعامل لها ساعة كباري يعني قرى الملوية وقرى بقعرة. ونحن نتكلم عن خور ده جاز كمية بتاعت مياه بعرض كيلو كامل، اتعملت كباري وعملت لنا حل يعني، يمكن لاحظ انه السنة دي نهاية ما حصل قطع في الطريقة او من منطقة بتاعت النيل الازرق. طيب عندنا بعض القرى تبنتها كان بعض المنظمات عملت قرى النموذجية في ولاية سنار، في يمكن لما كنت بتكلم مع سيد من هنا نحييه سيد والي ولايه نهر النيل انه ما في طريقه الا الحلول الجذريه اللي هو ترحيل القرى لمناطق امنه وبتشييد يعني استصحاب الشيء اللي حصل في السنين اللي فاتت، شنو اي منطقه وقع في منطقه بتاعت هشاشه حتى لو كان ما في السابق ما كان في منطقه هشاشه، الان اصبحت منطقه هشاشه وما في حل الا انه الناس ترحل لمواقع امنه، وهو قال ان شاء الله اول حاجه نفكر فيها هذا الخريف انه نبدا بدا. في بعض الاماكن تعمل فوقها جسر حجر، وفي جزء مجهود شعبي، وهنا لابد من انه نروح، وانا بقول كثير جدا تضافر الجهود الرسمي والشعبي. جميل، ده محور انا عاوز اتكلم معك فيه باستفاضه ساعه العمل، بانه يعني الشراكات هي قد تكون واحده من الاعمده الاساسيه في التقليل من الاثار المترتبه على السيول والفيضانات بصوره عامه. دايرين نتكلم اكثر عن المنظمات، يعني في كثير من المنظمات اللي ممكن تكون هي شغاله مع الدفاع المدني او تطوعيا يعني من غير ما يكون عندها جهات محدده هي بتتبع عليها، سواء انها منظمات خيريه بتحاول انها تساعد وتساند المجتمع في الكوارث عموما. هل في تكامل بينكم وبين المؤسسات دي او المنظمات العامله في المجال الخيري عموما؟ يعني سمعنا قبل فتره عن انه في كثير من المنظمات اللي كانت هي واقفه مع المجتمع في السيول والفيضانات. هو التشكيل بتاعنا يعني ده بغني انا بتكلم عن التشكيل بتاع المجلس القومي للدفاع المدني. بيتكون مجلس وزراء مستقر 11 وزاره، بالاضافه ل 18 والي ولايه، بالاضافه لجهات ذات صله كان قوات نظاميه او جهات ذات صله بال متخذي قرار العمل ده. نعم. فمن ضمن التشكيل في او اخذنا في مفوضة تعاون الانساني، وهو هم طبعا الكوردينيتر بين الحكومه وبين هذه المنظمات، او منسق ما بين الجهود بتاعت المنظمات دي وتربطها به الحكومة، لذا هي جزء من التشكيل بتاع المجلس القومي للدفاع المدني. عندنا يعني وزارة الخارجية العمل بيتم مع بعض بتجانس، يعني ما كل على حدة، في تنسيق يعني ما كله هذه المنظمات. نعم. بيكون عندها مانديت محدد، بيكون عندها كده، فهم بيتم عكس الاحتياج ده لاخواتنا في المنظمات بصورة المطلوب شنو تحديدا على اساس انه يهيئوا رغبتهم في التداخل. عندنا برضه اخواتنا في الهلال الاحمر عندهم دور، واي طبعا عالميا معروف
إنه واحدة من المبادئ الأساسية، ستة مبادئ من ضمن الوحدة. الوحدة بمعنى إنه لازم في المنطقة يا يكون هلال أحمر يا صليب أحمر واحد هو المسؤول عن المسألة دي. هم بينسقون الجهود بتاع الهلال الأحمر والصليب الأحمر البر يعني. كان في مشاركات كثيرة تمت من هلال أحمر الإماراتي، من الفيدريشن الاتحاد الدولي للهلال والصليب الأحمر. فالحاجات دي بتجي عفو قلنا في الهلال الأحمر، وهم جزء لا يتجزأ من مجلس قومي للدفاع المدني. فإذا نرجع لسؤالك بأنه المنظمات الخارجية عندنا اتجاهين، في اتجاه عندنا في وضعنا الإنساني كمنسق، جسم منسق بين الحكومة وبينها، وعندنا وزارة الخارجية برضو عندنا ممثل في حالة إنه توجيه نداءات يتم عبر وزارة الخارجية عبر الدبلوماسية. جميل. طيب خلينا نتكلم عن مؤشر التطور يعني لتقليل الآثار المترتبة بعد الخريف. دائما بيحصل كثير من التهدم للبنى التحتية، ممكن تكون المدارس بتتأخر، يعني الحاجات المترتبة والآثار المترتبة، هل من تطور وتقدم في إجراءات معالجة ما بعد الكارثة؟ دائما كان معنا في غرفة الطوارئ المركزية من هنا نحيي الأعضاء وهم ممثلين لكل الوزارات. دائما لما يجي يتكلم ممثل الصحة وناس البيئة بيقولوا نحن بنشتغل بعد ما الناس ينتهي من شغلها، يعني غير شغلهم شغلهم بيكون متواصل. نعم. بعد الناس ينتهي يعني هم بيواصلوا شغلهم. ليه؟ لأنه فعلا في آثار سالبة للخريف إذا كان بيئية إذا كان صحية. النظر ذاته ممكن يتضرر من الأشكال بتاع التهدم وكذا. المدارس يعني يجب نحن التأجيل اللي بيتم. صحيح. في مدارس استغلت كمعسكرات بالنسبة لبعض المناطق اللي تضررت، ومعسكرات إيواء، وفي مدارس هي ذاتها تأثرت. يعني عندنا قطاع التعليم أكثر من 250 الضرر وقع على القطاع التعليم، فإيواء أكيد في أثر مع بعض. وهنا ذاته نحن بنناشد يعني كل أبناء المناطق، يعني المدارس دي بيقروا فوق أبنائهم. إذا أنت قدرت تقدم حاجة برضه من ضمن الحاجات اللي ممكن تقدمها إنه يساهموا في إعادة تأهيل هذه المدارس بصورة بتكون البيئة ذاتها بتاعت المدرسة جاذبة للطالب إنه يقبل على التعليم بقلب مفتوح ومشرح. فيبقى في آثار صحية. وزارة الصحة طبعا عندها خطة بتاعتها مستصحبة معها، أشيل قبل شنو أثناء شنو وبعد. إذا كان الموضوع بتاع الرش المتوقعين يكون في أمراض، يكون فيها الأوبئة بتنتقل عن طريق المياه، وبرضو خدنا في سر الحيوانية برضو بيتحسبوا في خطط بتاعتهم، لازم يكون عندهم الفاكسينات، يكون عندهم التحسب للأمراض اللي ممكن تتنقل من الحيوان وتكون ما بين مشتركة ما بين الحيوان والإنسان. يعني ممكن خلينا ناخذ نموذج يا سعادة العمد، يعني يمكن في الفترة اللي فاتت كانت مشكلة الفيضانات الأخيرة اللي وقعت في المناقل تحديدا، وممكن نقول إنها هي مثال حي، لأنه الآن الوضع حسب ما هو سائد إنه شبه إنه مستقر يعني في المناقل. ماذا بعد؟ وهذا بعد طبعا زي ما قلت لك المعالجات الجذرية. أصلا إحنا ما عندنا حل الغير يعني، نشوف الخلل وين. وهنا طبعا برضو يعني داير أشيد جهود بتاعت قلنا في جهاز الأمن والمخابرات عند الجسم الهندسي، وشباب يعني ما شاء الله عليهم اشتغلوا شغل كبير وشغل مؤسس. يعني تم عرضه في الاجتماع الفات بتاع غرفة العمليات المركزية إنه في منطقة المناقل أو منطقة الجزيرة والمنطقة بتاعت ولاية نهر النيل، يعني بيجيب كلام عبر الكاميرات الدرون وتقنيات حديثة توريك إنه الخلل محل وين والمعالجة بتاعتها كيف. وكان في تصوير جوي، وكان في جزء بقول عليها طلعات جوية، ووقفوا من خلالها على السبب بتاع المشاكل شنو والحلول، وضعوا الحلول أمام غرفة الطوارئ إذا كان في ولاية نهر النيل وفي ولاية الجزيرة. في بعض المناطق بيكون في تعدي، ومن خلال يعني ما يعني كلام ما يعني ما هو اتهام ونجيب كلام ساكت، لكن من خلال العرض ده شفنا يعني فور بيتم التعدي عليه بمزرعة،
بيقبل خور ماشي بطريق ضيق جدا، بيرفع المنسوب بتاع المياه، بيأثر على مناطق اساسا هي ما 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 في الخور، في مزارع، في الخيران من خلال العرض التمر عندنا موجود، يعني في مناطق تكون الكميات الكبيره بتاعت الامطار اثرت يعني منطقه المناجم. لكن الخلل اللي حصل ده لابد انه عامل دراسه والناس تصحبوا معه عشان ما تكرر المساله. الضرر الوقع ده سببه شنو؟ الكميات الكبيره بتاعت المياه، حصاد المياه هل يغنينا عن الكلام ده؟ يطلع انه حصاد المياه نستفيد منه ونتلافى الاضرار اللي حصلت بالنسبه لاخواتنا في المناجد او في الولايه الشماليه او في ولايه نهر النيل. جميل، انا عاوز اعرج لواحده من النقاط المهمه ويمكن قل ما تذكر، يعني سواء كانت في معظم الكوارث او في معظم المشاكل اللي بنمر بها في السودان عموما. عاوز اتكلم عن احنا كسودان عندنا جغرافيا مختلفه، عندنا تنوع يعني مختلف في السودان بمناطقه المختلفه وبولاياته. البحوث اللي اتعملت في السودان في جغرافيا المناطق عموما ممكن هي تكون واحده من الحاجات المساعده في اننا نحن نغير من خلينا نقول الخطط المستقبليه، في انه المناطق اللي فيها مشاكل ممكن تكون سواء كانت امطار عاليه، المناطق الواقعه في الخيران او اللي عندها ممكن يكون النيل بيفيض فيها او كذا، هل تم الاستفاده من البحوث دي سواء كانت عند الجغرافيين او العالمين بطبيعة المناطق الجغرافية في المنطقة من قبل المجلس القومي للدفاع البدني، بما انكم انتم في تنسيق تام مع مختلف الجهات، هل تمت الاستفادة من البحوث اللي اتعملت دي؟ طبعا البحوث موجودة، كل الدراسات موجودة، والقوانين الرادعة موجودة، كل شيء يحتاج للتفعيل، يعني قوانين موجودة محتاجة للتفعيل، محتاجين تتفاعل يعني القوانين ومحتاجين الدراسات تطبق. لا اهم شيء ما هو يصير شيء بدون دراسه بيطلع ميت من يعني منذ ولادته. فيقبل اي مساله دارت تعملها على اساس يكون حلول جذريه لابد انه تصحح معاك الجوانب الفنيه، الدراسات العلميه المعموله، لانه اي حاجه ما اتعملت لها دراسه مع الواحد حتى لو دار يعمل مشروع بتاع دواجن لازم يعمل دراسه جدوى. تكلفه كيف ولا حيبدا بحاجه غلط، يعني في حاجه انت تكون غفلتها بتاثر لك. ولا بد، انا قبل لما تكلمت عن تشييد السدود وحصاد المياه لا بد من استصحاب الرؤى بتاعت كل الناس دي، بالاضافه يعني يكون كل ناس في مجال عندهم دراسات موجوده، فلا بد من انه يحطها تنزل على ارض الواقع. طيب ده بيقودنا للحلول الجذريه بانه تخريط، اعاده تخريط المخاطر، لا بد انه تتعاد تخريط المخاطر. ليه؟ لانه في سنه من السنين دي كانت منطقه بتاعت هشاشه والمنطقه الثانيه كانت امنه، المنطقه الامنه دي لظرف ما بقت منطقه بتاعت هشاشه، اذا تكسرت الليله تكسرت السنه الجايه السنه اللي بعدها، فيبقى انت بقت منطقه بتاعت هشاشه ويلزم انه يتم عمل التخريط ده وتنقل هذه المناطق اللي في مناطق الهشاشه لمناطق امنه وتوصل لها الخدمات. وده داير تضافر جهود ما بين المواطن يعرف، يعني المساله بتاعت العاطفه هنا ما مطلوب، انه والله فعلا عارفين الزول بيمشي من مسقط راسه بيرحل لمنطقه ثانيه بيكون عنده الحنين وانه كده والله منطقتي ومنطقه جديده اتولدت فيها، لكن المشكله تكبر بالنسبه لنا اكبر، وعادك هنا بيضر لي منطقه ثانيه، واحد بضرك انت بممتلكاتك والارواح اغلى حاجه عندنا. طبعا اكيد. فيبقى دي واحده الحلول الجذريه بتتلافى لي كل اللي نبي تخريط المخاطر، اعاده تخريط المخاطر اللي تكلمت عنها. جميل، انا عاوزه امشي لنقطه مهمه اللي هي يعني خلينا نقول انه دي تطمينات للمواطن بانه في حاجات قادمه، تكلمنا عن انه اثناء الكارثه احنا في الوضع اللي احنا كنا بنشهده قبل ايام وانه خلاص نحن في مرحله ما بعد الكارثه، انا عاوزه اتكلم عن المستقبل يا سعاده العميد بانه احنا جايين بعد خلينا نقول 10 شهور ثاني او 9 شهور ثاني حيتجدد الخريف، ماذا عن الاستعدادات المبكره للخريف؟ هل بتبدو طوالي في انكم تعملوا ولا زي كل سنه؟ طبعا احنا بنقولوا بيفاجئنا العيد وبتفاجئنا وقفه العيد، فهل في حاجات خطوات عمليه بديتوا فيها الان للموسم القادم؟ طيب انا الصباحيه لما جيت المكتب قدامي لجنة، اللجنة ميزانيات الخريف للعام 2023،
جميل، يعني في تطمينات للمواطنين انه الناس مستعده وجاهزه. ايوه يعني ميزانيتك انت تواجه قريب 2023 بس واحد يرفع الخطوط بتاعت الخريف 2023 كل الولايات، وبتجي للمجلس القومي للدفاع المدني بعد شنو؟ بعد يعني تناقش التقرير الختامي وبعد تواجد بالخطط، والخطط كل ناس بيضعوا الخطه بتاعتهم وفق المهددات شايفينها، بيبنوا على الشيء اللي حصل في الخريف ده ويضيفوا عليه شيء متوقع، يعني دائما يتحسب لشيء اعلى. جميل. الاستفاده من الاخطاء وتعزيز السلوكيات الايجابيه. سعاده العميد، يمكن احنا في اخر مساحات الحوار خلينا نقول انه عاوزين زياده التوعيه عند المواطن، وفي بعض النقاط اللي ممكن تكون هي غايبه عنهم. خلينا نقول نقاط اخيره ورسائل اخيره للمواطنين، شنو الحاجه اللي ممكن هم يقوموا بها كمواطنين للتقليل من اثار الفيضانات والسيول؟ كلامي ثاني بضيف ثاني، بالنسبة لي المجهود الشعبي مهم جدا، أي مواطن في حتته الثقافة بتاعت النظافة، يعني هسه اليومين اللي فاتت شايفين نظافة شارع النيل، في نظافة في الشارع بتاع الحرية، فيبقى إنه المساهمة الفاعلة في نظافة بلدنا، في تعزيز الثقافة بتاعت النظافة، المجاري اللي بينظفوها يتعبوا فوق بالمليارات، الناس بترمي فوق الأوساخ. نحن برضه هاي الناس حتى يعني انت ما رميت لكن شفت ذو الرمى طوالي يتكلم معه ويتحاسب مجتمعيا، يعني مثلا المجتمع ذاته بتاع المنطقه دي واحده. نمره اثنين التعامل مع الجهات الرسميه، تسهيل المهمه بتاعتهم في انه والله يا اخي دايرين نحن ننقل المنطقه دي بتاعتها شاشه لمنطقه اخرى، فانت بتمشي خطاوي. بالنسبه للمناطق اللي دمرت في تواصل، يعني في النقطه دي تحديدا في تواصل، في رقم اتصال ممكن يكون ما بين المواطنين وما بين الدفاع المدني؟ في في في، ونحن لسه مناطق كثيره جدا بيحتفوا بالدفاع المدني، يمكن زمان كنت ما يسمح عشان انه اواصل في التفصيل ده، لكن نطمنك انه في تواصل يعني كان. سعادة العميد، نحن وصلنا لختام المساحة معك، شكرا جزيلا عميد شرطة عبد الجليل عبد الرحيم الناطق الرسمي باسم المجلس القومي للدفاع المدني، شكرا لك. شكرا لك كثير. التحية لك، شكرا لك، نحن بنشكرك على كل الإفادات والمعلومات القيمة اللي أخذناها، وبنرجع بنقول إنه المواطن هو المسؤول دائما عن صحته وعن نفسه، وإنه المواطن هو اللي بيصنع بيته السليمة اللي بيقدر يعيش فيها.